السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هالنهار إن شاء الله نقدموا حلقة ديال ماذا يفعل مربي الأرانب لو تلقحت الأنثى الصغيرة بالخطأ. يعني نقولوا واحد الأنثى أنت ما معودش أنك غادي تلقحها، يعني باقي ما وصلتش للسن اللي كيما عودتكم في فيديوهات خاص يكون الأنثى خاصها تكون عندها خمس شهور فما فوق، عاد ممكن انك تلقحها. كاين اللي كيدير بالميزان، كاين اللي كيدير، هي في الحقيقه الاصل ديال 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 هذه الفكره هذه، وهو ان التربيه ديال الارانب خاصها تكون عندها موازين. يعني الذكر ممكن انه يلقح في اربع شهور، ولكن الانثى خاصها منين تبغي تزوجوها خاصها تكون عندها خمس شهور. ارانا نشوفوا حنايا شي واحد مثلا عنده تربيه ارضيه غالبا ما كيكونش هذاك الشيء، يعني كل حاجه معزوله بوحدها. سمو كيوقع ما كيشوفش ان الانثى هي باقا عاد صغيره وتزوج يعني الذكر طلع فوق منها وتزوج معاها، يعني سمو العواقب ديال هذا الشيء. العواقب وهي هذا الشيء في الحقيقه كيتعتبر من الاخطاء. يعني كاين اللي داير يعني التربيه ارضيه او التربيه جماعيه. التربيه جماعيه من لابد ما يوقعوا مثل هذه الاخطاء. انا ديما كنقول خاص يكون عندكم قفص وكل حاجه معزوله بوحدها، يعني غير كيوصلوا لواحد السن حاولوا انكم تعزلوهم كل واحد، حطوه جهه بوحده باش ما يوقعش يعني داك الاحتكاك ما بين ارنب وارنب اخر. اذا الفكرة ديالنا ديال هذا النهار يعني كيفاش غادي نتعاملوا. في الحقيقة على حسب التجربة ديالي، يعني الأرنبة الصغيرة إلا مشات حتى تلقحت قبل من الوقت غادي نشوفوا، غادي نقيدوا هذيك لاداس اللي تلقحت فيها. أولا لقيتوا أنها يعني وصلت يعني 30 يوم أو 32 يوم وولدت، هذاك الشيء في الحق قرا ولا خطر، كيشكل خطر عليها. لان يعني الولادات الاخرين ما غاديش يكونوا يعني ولادات ناجحه، يعني كانكم غصبتوا هذاك الانثى وراها ما غاديش تكون في حاله طبيعيه، ما غاتبقاش تولد مزيان يعني منين يوصل السن ديالها، لان هي بحال الله بلغت ماشي وصلت للمرحله ديال يعني باش تولد. يعني إذا مشيتوا تدرتوا هذا الخطأ من الأحسن أنكم تخلصوا من ديك الأنثى. أنا هذه بالتجربة كانت يعني تلقحت ووصلت للمرحلة ديال باش تولد وما ولدتش، صافي عرفوا باللي راها سلكت. غي مرة أخرى ديروا العزل، حاولوا أنكم تعزلوا وحضيوا مرة أخرى. بحال دابا أنا هاد لي كاج هادو هانتوما راه كيبان الكاج مشروك، ولكن راه كل واحد راه على حدة، يعني كل واحد على حده. كذلك هانتوما هذا الكاج هذا حتى هو راه كل واحد يعني بالعلافه ديالو بالماء ديالو. هانتوما كاين اللي الناس اللي دايرين شرابات، انا داير طاسات عاديين. هانتوما كل واحد، هذا ذكر حيت تبارك الله شويه كبير نخلي له جوج امكينه يعني باش يرتاح. كاين عمر الفيطان كنخليهم كل واحد بوحديته. اذا الحلقه ديالنا ديال هذا النهار راه جاتني في لي كومونتير وجاوبت عليها يعني السيد اللي يمكن امراه هي اللي قالت لي هذا مني متابعه، قالت لي هذه الفكره هذه وحاولت انني نطبقها واحد الفيديو بسيط من هنا لقدام ان شاء الله. شحال من واحد قال لي ما تبقاش تطول في لي فيديو، غادي نحاول انني انا كنحاول يعني نعطي ما امكن من المعلومات، ولكن الى بغيتوا انني نبقى نبسط في الفيديو ونقول غير المعلومه، يعني ما نديروش على شكل موضوع، ما ماشي مشكل. انا يعني كنحاول انني نلبي لكم الرغبات ديالكم نتوما. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا باش تزيد القناه القدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.